السفر عبر الزمن كان المادة الخصبة لأفلام الخيال العلمي، بين السفر إلى الماضي ومعرفة التاريخ وتغييره، إلى انطلاق للمستقبل ومعرفة شو بيصير بعد مئات السنين. هل يمكن تغيير الماضي أو معرفة المستقبل؟ هل في يوم من الأيام نحن بنشتري تذاكر للسفر إلى الماضي أو إلى المستقبل؟ ما نعرف، ولكن بالعلم بنقدر نجاوب على كل هذه الأسئلة. عشان نفهم معنى السفر عبر الزمن لازم نتكلم عن فرضيتين، وهم النظرية النسبية العامة والخاصة لأينشتاين. سرعة الضوء أكثر من مليار كيلومتر في الساعة، وهي السرعة القصوى في الكون، ولا يمكن لأي جسم أو مادة أن يسافر بسرعة أكبر من أو تساوي سرعة الضوء. سرعة الضوء ثابتة دون النظر لسرعة الشخص المراقب أو الجسم المتحرك. فإذا كنت تسير بسرعة مليار كيلومتر في الساعة موازياً للشعاع الضوئي، فبتظل سرعة الشعاع بالنسبة لك أكثر من مليار كيلومتر في الساعة. بحسب نظرية أينشتاين، كل ما زادت سرعة الجسم المتحرك بتقل أبعاده وبيتمدد الزمن بالنسبة له. ببساطة يقل تأثير الزمن على الجسم كل ما زادت سرعته، ويوصل سرعة الضوء وأبعاد هذا الجسم بتتلاشى وبيتوقف الزمن تماماً بالنسبة له. نحن ما نشعر بهذه التأثيرات لصغر السرعات اللي نستخدمها مقارنة بسرعة الضوء، ولكن صاحبنا عبد الرحمن بيقدر يحس بهذه التأثيرات. يوم كان عبد الرحمن مسافر في المجرة على مركبة سرعتها 99.99 من سرعة الضوء، كانت الدقيقة عليها تساوي 224 دقيقة على الأرض. ومرت الأيام على عبد الرحمن في سفرة، وطال غيابه سنة كاملة. ويوم رجع للأرض كان كل شيء متغير، والمفاجأة الكبيرة كانت يوم عرف أن السنة اللي قضاها وهو مسافر بسرعة توصل تقريبا سرعة الضوء مرت 224 سنة على الأرض. جلس عبد الرحمن يفكر وصار يقول: أنا أتذكر شفت أفلام يوم ناس يركبون آلات الزمن ويرجعون للماضي. وصار يفتش على المركبة اللي ممكن ترجع لحياته قبل 224 سنة. في البداية راح لعند العلماء وقال لهم قصته، وطلب منهم انهم يساعدونه، لكن قالوا له ان السفر للماضي لغز كبير وشيء مستحيل. حس عبد الرحمن بالإحباط يوم عرف ان السفر للماضي مستحيل، لكن فجأة واحد من العلماء قال ممكن يكون في طريقة ترجع للزمن، لكن المشكلة إن لازم تسافر بسرعة تعادل ملايين المرات من سرعة الضوء حتى ترجع سنة واحدة للماضي، أو إن تدخل في واحد من الثقوب الدودية الموجودة في الكون. سنة 1935 استخدم الفيزيائيين ألبرت أينشتاين ونيثن روزن النظرية النسبية العامة لاقتراح وجود جسور في الزمان والمكان، واللي نسميهم الزمكان. وهذه المسارات معروفة بجسور أينشتاين وروزن أو الثقوب الدودية. هذه الثقوب توصل بين نقطتين مختلفتين في الزمكان، وهذا يؤدي نظريا لخلق طريق مختصر ممكن يقلل من زمن السفر ومن المسافة أيضاً، ولكن واقعياً هذا السفر معقد بسبب مش فقط أن نحن ما شفنا ثقوب دودية، بل المشكلة الأولى هي الحجم، لأن تم التنبؤ بوجود ثقوب دودية بدائية على مستويات الميكروسكوبية،
وبذلك ما بيقدر الإنسان يمر منها. البيضة يوم تنكسر تتغير خواصها ويصير فيها حالة من الفوضى، تخلي من الصعب نرجعها لحالتها الطبيعية. يعني البيضة انكسرت بثواني، ليش ما نقدر نخلي العكس يصير؟ يعني نرجع نجمع قشرة البيضة ونحط الصفار والبياض داخلها وكأنه ما صار شيء. رغم أن لا يوجد قانون أساسي في الطبيعة يمنعنا من استرجاع البيض المكسور، إلا أن هذا الشيء غير ممكن. وبالرغم أيضاً من أن الفيزياء تخبرنا بأن أي حدث في حياتنا قد يحدث عكسياً في أي لحظة، إنزين ليش ما نقدر نرجع البيض اللي كسرناه لحالته السابقة؟ السؤال ممكن نشوفه بسيط، ولكن الإجابة عنه تحتاج أن نرجع للزمن إلى الوراء، لأيام العالم نيوتن. في سنة 1666 نيوتن طلع للبشرية بقوانين الحركة الثلاث، ومن ضمنها المبدأ بأن لكل فعل رد فعل مساوي بالمقدار ومعاكس بالاتجاه، وابتكر تفسير لكيفية عمل الجاذبية. وكانت قوانين نيوتن ناجحة، لكنها امتلكت ميزة غريبة من نوعها، فهي تعمل بالتساوي باتجاه الأمام وباتجاه الخلف. فإذا انكسرت البيضة مثلا، فقوانين نيوتن تقول بأنكم تقدرون تسترجعون هذه البيضة. من الواضح أن هذا الأمر خطأ، لكن تقريبا كل نظرية اكتشفها الفيزيائيون من أيام نيوتن تملك نفس المشكلة. وببساطة القوانين الأساسية للفيزياء ما تميز بين الماضي والحاضر. نحن ما راح نشوف البيض المكسور مثل ما كان مهما استخدمنا طرق لتجميع البيض، لأن الزمن دائما يمشي إلى الأمام. الكلام النظري المذكور هو بعيد التحقق، لكن علم اليوم هو تكنولوجيا الغد، ونحن ما نعرف إذا المستقبل ممكن يوصلنا لحلول لمشكلة السفر عبر الزمن.